بس ليه انا عايزه اروح من النقطه المهمه دي بتاعه معايير القبول، وزي ما حضرتك قلت لنا قلب وعقل، واروح لدكتور تامر واساله القصه، انه المعايير دي اللي دكتور رشا قالتها لنا وبتفكرنا بيها، لما انا بعملها انا بعلي المعيار. تمام. وانا اصلا ما بشتغلش على نفسي، بعلي التوقعات، ودي وعلي التوقعات جداً. وانا نفسي لسه بقى في حته، انا عشان كده عايزه اقول طيب انا ليه عماله ادور على الشخص اللي فيه كل المعايير دي؟ وبعدين ما حدش عمره قال انا وحش، انا مش كويس، انا مش جاهز. صح. انا مش عارفه يعني بنعمل طيب ايه. يعني خليني ابدا من اخر حاجه انتهت ليها دكتور رشا. هي جميله كده وحلوه. يعني خليني اقول طبعا لو هي بتقول لو كل اتنين فكروا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب كان اكيد هيبقى معدل الجواز اقل بكتير قوي من اللي احنا فيه. المشكله ان زي ما هي قالت بالظبط ان الاساس ايه. ودلوقتي احنا العلاقات كلها بتبدا على ما فيش. يعني بيبقى الهدف انا عايز اتجوز عشان اخد اللقب. مش عايز اتجوز عشان ابني اسره، مش عايز اتجوز علشان خاطر، لا، هو الطبيعي والدارج دلوقتي ان انا عايز اتجوز عشان اعمل فرح، عشان البس فستان شكله ايه، او علشان خاطر اعمل اعيش الحاله. لكن لما بنيجي نتكلم على الواقع بنلاقي ان الواقع ان في تفاوت كبير جدا في الشخصيات، وبنلاقيهم ما خدوش الوقت الكافي، والاساسيات اللي دكتوره رشا قالت عليها بتكون مش موجوده اساسا. يعني بنتغاضى عن حاجات ممكن تكون واضحه زي الشمس في بدايه الخطوبه، وفي حاجات ما ينفعش ملهاش تالت، يعني لا البخل ولا العصبيه ولا عدم الاحترام ولا العلاقه بالاهل، دول حاجات ما ينفعش يعني نفكر فيها مرتين. ورغم كده بنوافق ونكمل، فبالتالي اكيد العلاقه بتنتهي بالفشل. اوكي. ليه؟ لان الاختيارات من الاول مش سليمه. موافق. ما هو احنا اكيد في مشكله ان العلاقات مش بتكمل عشان اختيارات مش سليمه.